بالنسبة حق تصريح الكابتن علي مقصيد، احنا قعدنا مع علي مقصيد، يعني اشكره كابتن كبير، وهذا الشيء من حرقته، فيعني الولد بقلبه شيء طلعه. لما يقول لك فوضى، ممكن بينهم وبين اللاعبين، هو كابتن الفريق وان شاء الله يحتوي هالموضوع. وينكم انتم كمجلس اداره ابو سعود؟ موجودين احنا مع الفريق على طول ومتابعين ويوميا معاهم، ما نبي نطلع كل يوم احنا نصور ونقول ما له داعي، موجودين مع الفريق. لكن انا اول شيء اشكر الجماهير العرباويه واشكر الجماهير الرياضيه بشكل عام. الجماهير العرباويه زعلانه وغضبانه منكم. خلني اكمل، لكن خل اقول شيء واقعي. انت تتكلم عن فريق النادي العربي 18 سنه دائما في هالطريقه او في هالاسلوب او في يعني المراكز المتاخره، هذا شيء مو جديد ومحزن، واحنا جينا لتعديل هذا الشيء. بدينا في المراحل السنيه الحمد لله متصدرين، بقى الفريق الاول، صارت فيه اخطاء، ما اقول لك ما صارت فيه اخطاء، لكن لازم يعرف الكل ان الفريق يحتاج الى صبر والى مجهود والى تعب خلال سنتين الى ثلاثه عشان تعود الى المنافسه والصداره. في اخطاء صارت من خلال بدايه الموسم، سواء في محترف مو زين او محترفين، في اخطاء صارت، ما في احد معصوم على الخطا، لكن هل استمر بالخطا؟ لا. هل اهد الفريق؟ لا. لكن لازم الكل يعرف، يحتاج الفريق لا يقل عن 3 سنوات للتغيير او التعديل او توصل حق طموح الجماهير. بس عفوا، انت قلت 18 سنه ما اخذ الدوله، كان ياخذ كاس ولي العهد، كان ياخذ كاس الامير، كان ياخذ كاس السوبر، لكن انت قاعد تشوف ان مستوى الفريق يبشر بالخير انه ياخذ لك بطوله كاس، وكذلك قاعد تقول يمكن يعني ان مستوى الفريق قاعد تقول راح يعود، الجماهير يعني يمكن تفائلت فيكم خير، لكن وصلت الى المركز الاخير ولا فوز الى الجوله السادسه. يعني انا اقول لك الجماهير الواعيه، يعني وجماهير نادي العربي الحمد لله واعيه، كلها قاعد تتكلم وتدري ان نحتاج وقت ونحتاج صبر عشان ناسس فريق قوي مره ثانيه. انت تتكلم عن سنوات يعني ما في شغل كان فعلي للفريق، فانت ما احب اقاطعك ابو سعود، والله ما احب اقاطعك، بس والله التصاريح اللي عجب الجماهير اكثر او 90% سلبيه، قاعد اشوف يعني وايد مستاء من وضعنا بالفريق بالذات. أنا راح أعيدها وبشكل واضح، هذا واقع نعيشه، احنا 18 سنة في دمار وتخبطات، احنا بنيه الحين نعدل الفريق، جايين نكون فريق وقادرين إن شاء الله، وأنا على ثقة في نفسي وفي إخواني أعضاء مجلس إدارة وفي الجماهير العرباوية أن تساند الفريق، هذا واقع، لازم يعرف الكل بشكل واضح، راح يتعدل الفريق لكن نحتاج صبر. بس تركت نائب رئيس أبو سعود. كنت نائب رئيس بس ما كان عندي صلاحيات. احنا ما نبي نتكلم الحين باللطاف، انتهى اللطاف، احنا نتكلم عن مستقبل مجلس اداره جديد، مجلس اداره ان شاء الله ثلاث ارباعه او الاغلبيه نقول متجانسين وعلى قلب واحد وقاعد يعملون لمصلحه الفريق مو مصالح شخصيه. طيب اخبار المحترفين، في احد بيمشي؟ في احد قاعد؟ اي في، احنا في المدافع راؤول راح، سوينا التسويه مالته، وفي 2 او ممكن 3 راح يمشون، وراح يجون 4 محترفين يدد ان شاء الله. في اسماء حاليا على الطاوله خلصت؟ اي في خلصت، لكن عطنا حصري. ما اقدر لما نوقع ويكون رسمي، لكن راح يكونون على ان شاء الله مستوى يكون يعني يرضي الجميع ان شاء الله. حمد امان وينه؟ حمد يعني انا لا قول قول ممتاز، لاعب ممتاز، لكن حاشته اصابه يعني حسب ما بلغت انا، ولا زال في فتره العلاج. يعني مو منقطع؟ طبعا اصابه وما قاعد يتدرب. على العموم احنا عين، احنا الحين خلنا بشكل عام نتكلم، اذا بتكلم عن لاعب ما راح تخلص، انا اتكلم عن فريق كامل. طيب. عندك كلمه اخيره؟ منظومه كامله. عندك كلمه اخيره؟ لا، انا اشكر اخواني اللاعبين، مباراه اليوم كان فيها روح، صحيح خسرنا، الجماهير شايفه هالشيء، وانا ان شاء الله يعني أرد مرة ثانية أقول للجماهير العرباوية نحتاج شوية وقت وشوية صبر لا يقل عن 3 سنوات لتكوين فريق ينافس ويرجع مثل ما كان النادي العربي في السابق. متفائل إن شاء الله بسوي. متفائل جدا ومتأكد مثل ما صار في المراحل السنية، قعدنا 3-4 سنوات الحمد لله الحين متصدرين، راح يصعدون وراح يشوفون بالمستقبل شنو بيصير. مدرب قاعد ولا في مدرب جاي؟ يعني الشيء الثاني انا متاكد هم الجماهير العرباويه على وعي كامل
منو اللي قلبه على النادي ومنو اللي يبي فل الفريق او يسوي مشاكل او يسوي فتن. مدرب مستمر ولا بانشي؟ مدرب لحد الان مستمر، وان شاء الله راح يكون مستمر لاخر الدور لنهايه الموسم، بس بتغيير المحترفين ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله، مشكور، الله يسلمك، الله يسلمك.